ما حكم الصيام الجماعي؟ وذلك بأن يتفق مجموعة من الناس أو أهل قرية بأكملها على أن يصوموا يوم الخميس من كل أسبوع جماعة، هل يجوز هذا أم يعد من باب البدع؟ كنا في ذلك مأجورين، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، فان صوم يوم الاثنين ويوم الخميس من كل اسبوع مستحب، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، واخبر ان هذين اليومين تعرض فيهما الاعمال على الرب سبحانه وتعالى، فهو يحب ان يعرض عمله وهو صائم عليه الصلاه والسلام، وكذلك من اقتدى به من المسلمين، ولكن كل يصوم بمفرده ولا يرتبط باخرين. اما الصوم الجماعي فهو بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، ليس هناك في الإسلام صوم جماعي إلا صوم رمضان، فإن المسلمين يصومون جميعا إذا كانوا ممن يجب عليهم الصيام، لقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فلا يجوز لأحد يدخل عليه شهر رمضان وهو حاضر وصحيح يقدر على الصيام إلا أن يصوم. وأما صوم النافلة فليس فيه صوم جماعي، وإنما كل مسلم يصوم منفردا عن الآخرين بدون اتفاق وبدون ارتباط في هذا. نعم، جزاكم الله خيرا واحسن اليكم.